وزير الأمن القومي الإسرائيلي ويسمى المتطرف إتمار بن غفير، هو كل فترة بيطلع كده بحاجة غريبة شوية، فالنهاردة بيسعى لإقرار قانون جديد بإعدام الأسرى الفلسطينيين. في معانا كمان خبر خاص بيه هنشوف لو هناخده النهاردة فيما يتعلق بترخيص الأسلحة للمستوطنين، وفي أرقام مرعبة ومخيفة في مسألة تراخيص الأسلحة هنقولها لما نتكلم عن النقطة دي. لكن مسألة قانون إعدام الأسرى تحديدا هو يجب الوقوف عنه. مبدئيا هو تم الموافقة عليه مبدئيا في الكنيست في مارس اللي فات، لأنه متقدم من فبراير اللي فات. مسألة الإعدام نفسها في إسرائيل ممنوعة إلا لعدد أو فئة معينة، وربما تمتنع إسرائيل عن إعدامهم لعدم استفزاز الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية. لكن كون قانون أو مشروع أو مقترح زي ده يتم إثارته مرة أخرى في الأيام اللي احنا بنتكلم فيها دي عما ترتكبوه إسرائيل من جرائم حرب داخل قطاع غزة، إذن يجب الوقوف وكمان الحديث عن تبادل أسرى وعدد أسرى كبير من الفلسطينيين أطفال ونساء في السجون الإسرائيلية. يخلينا نسأل عدة أسئلة للدكتور رامي عبده رئيس المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان. دكتور رامي أهلا بك معنا يا فندم. أهلا بك وتحياتي لك ولكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. مقترح أو مشروع مقترح بإعدام الأسرى والقانون الدولي، يعني هو اتفاقية جنيف ما بتقولش كده خالص، يعني واضح جدا انه هذا جزء من عملية الجنون الإسرائيلية والوحشية التي تمارس اليوم في كل الاتجاهات، ليس فقط في قطاع غزة وانما في الضفة الغربية. هناك عمليات إعدام على الهوية، وهناك عمليات يوثقها جنود الاحتلال والمستوطنين لعمليات يعني إساءة للجثث وللمعتقلين وتعريتهم، ومشاهد فظيعة ومروعة وعمليات تصفية جسدية. ويمارس اليوم ما يمارس حقيقة اليوم هو في غزة هو مدرسة بن غفير. يعني عندما نتحدث عما يمارس الاحتلال اليوم في غزة، هو يمارس عمليات قتل جماعي منتظم لكل السكان في قطاع غزة. صحيح أن التركيز اليوم على منطقة شمال غزة ومدينة غزة ضد السكان الذين رفضوا النزوح ورفضوا اللجوء ورفضوا تلف منازلهم ويوجهوا على مدار الأيام الماضية. يعني أنا أتحدث لك حتى هذه اللحظة المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف سكان شمال غزة ومدينة غزة، لأنهم رفضوا النزوح ورفضوا ترك منازلهم، قوبلوا بقصف بالمدفعية، تدمير لمراكز النزوح بما فيها مدارس للأمم المتحدة. وأمس على سبيل المثال بلدة اسمها بلدة بيت لاهية رفض السكان الخروج وترك منازلهم والنزوح، قام الاحتلال الإسرائيلي الذي يهندس بشكل أساسي سياسة بن غفير بضرب المكان ب 300 ضربة وقنبلة فوسفور أبيض سام من أجل حرق الناس وحرقهم بشكل كامل. إسرائيل تنفذ عمليات إعدام جماعي اليوم ليس بحق الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ما هو ده اللي أنا كنت عايز أقول لحضرتك، هل إسرائيل محتاجة القانون لإعدام وهي ترتكب هذه المجازر يوميا أصلا؟ يعني أنا أعتقد سؤالك صحيح مهم ولاحظتك مهمة جدا، إنه إسرائيل ربما تلعب هذا المشهد وتشير أو تحاول أن تشعر الناس أن لديها منظومة قوانين ومنظومة تقوم بعمليات التشريع وتناقش وترفض وتقبل، لكنها في حقيقة الواقع تمارس عمليات القتل والفظاعات التي تشويه الجثث والمساس بكرامتها وهيبتها وتقتل الناس وتعري المعتقلين وتقوم بتصفيتهم وقتلهم. نحن في غزة على سبيل المثال وثقنا عشرات عمليات الإعدام على الممر الآمن الذي ادعى الاحتلال الإسرائيلي أنه ممر آمن وطلب السكان شمال غزة ومن الشمال الجنوب. حقيقة تم تصفية عشرات من الفلسطينيين من النساء من الأطفال، قتلهم بدم بارد. اليوم عندما تقوم إسرائيل بعمليات تجويع للناس، تقوم بقصف المخابز، تقوم بخصف خزانات المياه، تقوم بقصف محطات المياه، تقوم بقصف محطة أو مطحنة الدقيق الوحيدة في قطاع غزة، هي تقوم بعمليات تجويع. منطقة غزة وشمال غزة لك أن تتخيل منذ 43 يوم لم تدخلها قطرة ماء واحدة، وبالتالي إسرائيل عندما تقوم بعمليات التجويع هي تقوم تمارس عمليات إعدام بحق الأطفال.
هناك عشرات من الوفيات من الأطفال نتيجة آلاف 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 من تم قصفهم، وهناك بالتأكيد صحيح. تحت الأنقاض صحيح. وهناك يعني اليوم الموت البطيء في المستشفيات ومن صحيح. الجوع هذا صحيح. هذا صحيح، هذا إعدام يعني هو فعلا اليوم. أمر يدعو إلى السخرية عندما تقتل حتى اليوم في 40 يوم أكثر من 5000 طفل بدم بارد وزيهم تقريبا نساء، وتتحدث عن قانون الإعدام، وأنا شايف أنه أمر يدعو إلى السخرية. خلينا أخذ حضرتك صحيح. لنفس هذا المسؤول المتطرف، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير، غير بقى موضوع قانون الإعدام، بيتكلم عن إقرار قانون جديد أو توزيع أو تسهيل منح تراخيص السلاح. احنا بنتكلم يا دكتور رامي، عفوا، احنا بنتكلم على يوميا الاخبار اللي معانا حوالي 1700 ترخيص يوميا بيتم منحه يوميا داخل اسرائيل حتى الان، من 7 اكتوبر لحد النهارده 236,000 طلب ترخيص سلاح داخل الدوله الاسرائيليه، والرقم ده بيعادل مجمل طلبات ترخيص الأسلحة في إسرائيل لمدة 20 سنة، يعني اللي كان بيتم تقديمه في 20 سنة تم نفس الرقم في 40 يوم. 18,000 واحد لحد النهاردة حصلوا على التراخيص، ويمكن معانا صور اهيت لتسليم التسليح. احنا بنتكلم عن تسليح مستوطنين دكتور رامي، وعارفين يعني عايزين نعيد للأذهان تاني مسألة تسليح المستوطنين وخطره على الفلسطينيين وأيضا على الداخل الإسرائيلي كمان. خلينا نتحدث وبوضوح أكثر، ربما ليس في الجانب الحقوقي، لكن إذا نظرنا تاريخيا للاحتلال الإسرائيلي كمشروع استعماري يمارس العنف في هذا المجتمع بشكل بنيوي، أي عمليات التنفيذ الجرائم التي تنفذ اليوم تنفذ منذ بدء الاحتلال عبر تشكيلة ينخرط فيها المجتمع الإسرائيلي ككل، أي أن المجتمع ككل يمارس العنف البنيوي، وبالتالي عمليات القتل اليوم التي نشاهدها في الضفة الغربية يقوم فيها المستوطنين، ترعاها المؤسسات المدنية الإسرائيلية وتدعمها، وينخرط حتى فيها الاقتصاد الإسرائيلي ومؤسسات الأعمال الإسرائيلية، وهو الأمر الذي نشاهد اليوم عبر دعم جنود الاحتلال. يعني ما الذي يجري في غزة اليوم؟ الجيش الإسرائيلي يقتل، الشعب الإسرائيلي يصفق، مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الإسرائيلي منخرطة في دعم عملية الإبادة التي تجري في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم بالتوجيه. لذلك لا أعتقد أنه يجب أن نقف طويلا عند تصريحات بن غفير، لأني أنا أضعها شخصيا في نفس السياق اللي تحدثت فيه حضرتك، هو محاولة التمويه، وكأن السلاح موجود في أيدي المستوطنين عبر إجراءات ترخيص والتحقق من أن الذي يحمله يستطيع حمل السلاح. المجتمع الإسرائيلي بالمجمل هو مجتمع مسلح، الاستيطان يمتد، والعربدة الاستيطان تمارس اليوم على نطاق واسع في الضفة الغربية. الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية، قتلت إسرائيل في الضفة الغربية 220 فلسطيني، وهي لا يوجد حرب حقيقية بالمعنى الحقيقي، إنما يوجد قتل للفلسطينيين، تمثيل بجثثهم، إهانة للفلسطينيين، تدمير للقرى والمدن الفلسطينية عندما يدخلوا جنين على سبيل المثال، أو طولكرم من أجل تنفيذ عملية اعتقال لشخص، تقوم الجرافات الإسرائيلية بتجريف وتدمير البنية التحتية، وبالتالي نحن أمام مشهد كما قلت ينخرط في الجميع، والاسم مستوطنين على رأس هذه الهجمات، يقومون بالهجوم على القرى الفلسطينية، حرق المحاصيل الزراعية الفلسطينية وتدمير أشجار الزيتون وحرق المنازل والاعتداء على السيارات الفلسطينيين وأطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين، وبالتالي هذا مشهد يعني بشكل أساسي أن انخراط المجتمع الإسرائيلي للأسف في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم هو ارتكاب واسع، ويريد بن غفير أن يقول أنه أيها المجتمع الإسرائيلي أو أيها العالم نحن نقوم بعمل تنظيم لحمل السلاح، في حين أن السلاح يحمل الكل الإسرائيلي امرأة أو رجل. يعني مسألة احنا معانا حتى دلوقتي مشاهد حية لما يحدث في غزة وتحديدا في غلاف
غزة. دكتور رامي أنا بشكرك جدا لوجودك معانا. دكتور رامي عبده رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان.